النبي قبل النبوة. مكة كانت على موعد مقدر لها، يبدأ فيها وتمتد آثاره لأنحاء الدنيا على مدى العصور التالية. حدث لم يأتي ولن يأتي مثله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما حملت به أمه حلمت أن نورا يخرج منها يضيء قصور الشام. إنه إمام الأنبياء والمرسلين، إنه سيد الخلق أجمعين، إنه النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت أحوال العالم قبل 1400 ونيف بحاجة إلى إعادة ترتيب من جديد، وهذا الترتيب لا يمكن أن يقدر عليه بشر، وبنفس الوقت كان لابد أن يكون الأمر العظيم القادم في مكان ليس عاديا، لأن اختيار المكان له ارتباط مباشر في إعادة ترتيب العالم من جديد. الجزيرة العربية، قبائل متفرقة متنازعة، يحكمها نظام قبلي، فيها من مكارم الأخلاق ما فيها، فيها مروءة وعزة وشرف وأخلاق نفتقد لكثير منها هذه الأيام، لكنها كانت بحاجة لمجموعة أنظمة أخلاقية ربانية تسقل الشخصية البدوية وتهذب سلوكها، لتكون الانطلاقة فيما بعد لإعادة ترتيب الكرة الأرضية. تم اختيار المكان وهو الجزيرة العربية. لتحتضن هذا الحدث العالمي الرباني الفريد بعناية فائقة، لأن الجزيرة العربية لم تكن ممراً للقوافل التجارية، بل تعتبر مغلقة إلى حد كبير على نفسها، وكان أهلها هم من يذهبون للتجارة إلى بلاد الشام وغيرها من البلدان لجلب ما يحتاجه أهل الجزيرة العربية، بحيث كان اختلاط غير أهل الجزيرة بأهل الجزيرة نادر، وكان هذا مهم جداً ليحكم هذا الحدث العظيم قبضته على أهل الجزيرة العربية، ليتم ترتيب البيت الداخلي لهذه القبائل وتشريبها تعليماً سمحة، ثم تنطلق بعد 23 عاماً من هذا الحدث إلى العالم. وهذا ما يميز العرب عن غيرهم، فرغم أن هذا الحدث العظيم الذي كان الكون ينتظره هو للعالم كافة، إلا أن الله اصطفى العرب ليكونوا هم الحاضنة الرئيسية لهذا الحدث العالمي. وبالفعل كان 23 عاما كفيلة في أن ينصر العرب هذا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، لتظهر رسالته للعالم ويكون شهيدا علينا، ونكون نحن أمة الإسلام شهداء على سائر الأمم. نبي واحد و23 عاما تبين أن العرب هم أهل الذمة وأهل الكرامة. لم نقل له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل قلنا له لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك، ما تخلف فينا رجل واحد. هذا الحدث العظيم غير وجه التاريخ وغير الكرة الأرضية كلها، وفرح به أهل السماء ونزلت النجوم على أمه حتى كادت أن تمسكها عند ولادته، وخرج من رحمها ساجدا، وأضاء البيت بعد عتمة من ليل تبدد ظلامه، وأضاء العالم مستبشرا بنور دين التوحيد. هذا الحدث العظيم هو مولد سيد البشرية وإمام المرسلين وسيد الثقلين الإنس والجن، إنه من خلق الكون من أجله، إنه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. هذا العظيم الذي ولد يتيما ومات عظيما. النبي قبل النبوة يأتيكم على مدار 30 حلقة عبر منصات في رمضان، يخبرنا هذا المنتج الفريد عن 40 عاماً عن حياة سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. صلوا عليه وسلموا تسليماً.